جولة ثانية من اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة انتهت بتوافق حول 140 مادة تمثل نحو 70% من مواد الوثيقة الدستورية الليبية، ولا سيما المتعلقة بالحقوق والحريات، كذلك الأمر بالنسبة إلى الفصول المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية. توافق يمثل اختراقا إيجابيا جديدا في المسار الدستوري. هذه الاجتماعات شهدت تقدم نسبي مقارنة باجتماعات ماضية، خصوصا الشهر اللي فات. هذا التقدم بالتأكيد سوف ينعكس على ارتفاع معدلات التوافق فيما يتعلق ببنود الدستور، خاصة فيما يتعلق بالمسائل التشريعية أو بالنطاق التشريعي والنطاق التنفيذي. الاجتماعات أفضت كذلك إلى تكليف لجنة مصغرة لإعداد صيغة توافقية للمواد الدستورية المتفق عليها، تمهيدا لإحالتها على مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها. اجتماعات نجحت بحسب مراقبين في كسر حالة الجمود السياسي، وتمهد الطريق نحو إجراء الانتخابات الليبية. المفاوضات في القاهرة نجحت حتى الآن في كسر حالة الجمود السياسي، إنقاذ العملية السياسية من الانهيار الكامل في شهر 6 القادم. أعتقد أن الآن ما أنجز يمكن الإشارة له بأنه دخان أبيض، يعني سيدفع الأطراف جميعا للتفكير بشكل جاد على التعاطي مع فكرة العودة للانتخابات مرة أخرى. ولم يتبقى سوى بعض المواد العالقة والتي تركت لمزيد من الدراسة والتعديل على أن تناقشها اللجنة في الجولة المقبلة بالقاهرة في حزيران يونيو المقبل. اختراق غير مسبوق في ملف الوثيقة الدستورية الليبية يمهد الطريق نحو الانتخابات الليبية، ويعزز فرص العودة إلى الاستقرار والتوافق السياسي بين الأطراف الليبيين. خالد أبو عرب، القاهرة، الميادين.